عراسه كل السؤالات اللي بتسألوها، حتى الأسئلة السئيلة، يا الله صرصرة العرب، أسئلة العرب كلها. مريم يعني كل الأكل عندنا منه أورجانيك وما في شيء وشي الجواب بالقلب. شوفوا شو عملنا بهالنفيرة، حطيناها حد الطفل المريض وحطينا الخضرة حدها، غسلتهم بمي ملح، حطيتهم هون، طعميته مشلول قام مشي. ما تخافوا، طاقة المي وجعلنا من الماء كل شيء حي. هيدا شيء من التراب إلى التراب. وهالرسالة اجت للأطباء، كتار منهم تركوا المستشفيات، أكتريتهم صاروا شوفيرية تاكسي بإيطاليا. قالوا فوق العلم، كل اللي عم نتعلمه كذبة، عم نقتل ناس بالأدوية أكثر ما نحن عم نقتل بالأنابل الذرية. مثل بتشتري بدك تنتحر، ما هيك اشتريت علبة فيها 100 حبة ولأول حبة ما زبطت الثانية، ليش اشتريت 100 حبة؟ يعني انبلتان ذرية بيقتلوا هالكرة الأرضية وهي كلها نقطة هالقد، لشو عم نصرف هالمليارات تطلعنا على القمر؟ شقوا بإيده تك تك منهم فلاح ساريات الجبل، كله هبة تكون تتركوه كل شيء وفوتوا الرحلة الداخلية. تأمل لحظة فيها كل اليقظة، ولكن بدي افهم وانتبه شو عم بيكو، شو عم طعمي هالجسد، ما شبعته؟ صر مي وحدة، بدي وحدة، ليش بدك تغسلها إذا منا مشوية؟ ليه بدك تتحمم إذا كانت ريحتك نظيفة؟ ما ترشوا أي عطر، عم بيحطوا كل المواد. ذكي الشيطان أو العدو، بدك ترش بالبيت أشياء حلوة، عندك مزهر، عندك مورد، وعندك فيها شفا، عطورات ومقطرات يلي هي من الزعتر. روح سلق وعمل مقطر، عندك دبس رمان، عندك دبس تمر، شوف البدو كيف أكلوا، شوف البدو كيف مشوا 3-4-5 ساعات، شوف في ناس أبدا ما طلعوا بسيارة، أنا شفتهم بليبيا ما بيطلع بالسيارة، مشي 12 ساعة تأجى يشوفني. قلت له عندك هيك بي وابنك معه سرطان؟ قال لي ما حدا بيصدقنا. مشان هيك نحن كلنا بدنا نتوحد مع الجذور، ما في جذور ما في عطور. وقت اللي جابت للحبيب رغيف أبيض شو عملتي؟ قالت له نزعت القشور. قال لها نزع القشور خطوة إلى القبور، كله قمح كامل، شعير كامل، رز كامل، شو الحنطة ببلدها كاملة، خلص مثل ما بتزرعها زرعها هون. طبعا بتشيل القش، شو بنعمل فيها؟ ما بنحرقها، بنعمل فيها مخدة، بنعمل فيها فرشة بتنام عليها. ما بدي فرشة حرير، صوف، قطن، من الكتان، من النخيل، كتير في اشياء بنستعملها من النخيل، ممنوع تحكي بهالعلم، ما حدا في يمنعك، انت على اليوتيوب، انت اليو هاي الك، خلص انت بتفتح الباب بتفوت، خلص هو بدق على الباب، الطارق افتح لي ادعوني استجيب، انت عندك الحرية. فإذا نزل أمك الأرض وعمتك النخلة، وقت اللي بتقعد زاوية على النخلة الزوايا كلها بتلتقى بجسمك، ولكن نحن عنا انفعال ما عنا فعل، كل الوقت أسئلتنا مع من الفكر الكافر، شو بدي أعمل هيك وشو بدي أعمل؟ ما تسأل، السائل هو المسؤول، والجواب بالقلب وبالسائل. انت منين اجى هالسؤال؟ فاذا لحو الجواب هو، افتح الكتاب وادعي اعطيني الجواب بتلاقيه بالكتاب.
بس اطلعوا من الانفعال. بدي فعل، انا فاعل مش انفعال. ما بدك اي هويه، اي جنسيه، اي اهتمام من اي انسان. ما بدي ارضي حدا، نفسي. هون بدي بلش. وقت بتحط ايدك بالعسل تلحسنت، وقت حطينا هالمي والخضره حد المريض، وهيديك التانية جبناها من الحنفية، وهيك هيديك ما صح. هون اللي شفت، لأن هالطاقة وهالمي اللي هون على طول عم تساعده. وقت اللي بناخد ولادنا على النهر، بناخدن على بركة فيها مياه غازية، كان في كتير بلبنان سدتن وزارة الصحة. كان في بلد عنا فيها 360 نوع بقوليات جبيع الحلاوي وجرجوع. دايما الFDA يلي بدك تسمي شيطان، بدك تسمي مطرح ما بيشوف في نشوة كونية صحية بيشلوها. ما تخلي حدا، هيدا انت مسؤول. عندك مي ببيتك، عندك قمر وعندك الشمس، هي عم تشرق وهي عم بتغيب. اطلع فيهم واشكرهم، وبالشكر تدوم النعم.